نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، موضحة أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة.